لو الحكاية فيها إن فيدي ولكن الهدف في الحقيقة عند هؤلاء هو المحافظة على مصالحهم الشخصية التي لن يكتب لها السلامة عندما تتعرض المصالح العامة للمجتمع والأمة إلى الخطر. وعندما يتخلى المسؤولون والمصلحون عن دورهم المطلوب في الإصلاح فإن ذلك سيؤدي إلى الظلم وهلاك المجتمع، كما قال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولذلك لا بد من التأكيد بالدرجة الأولى على دور ولاة الأمر في هذه المسألة المهمة وغيرها، لكونهم في موقع المسؤولية الأولى وبين أيديهم تقع إمكانات وأدوات المواجهة لثقافة التطرف والإرهاب التي تهنا. وهذه المواجهة تتطلب تطهير خطاب الاعتدال الديني القادر على إبعاد الدين عن دائرة الاستغلال في التعبئة القاطعة التي تهدد سلامة المجتمع ووحدة الأمة. وتبرز أهمية هذا الدور في هذا الوقت الراهن خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط التي بلغ فيها الشحن الطائفي مستوىً خطيراً يهدد نسيج الوحدة الوطنية والتعددية الثقافية في شعوبنا ومجتمعاتنا. ولذلك نقترح أو ذكرنا جملة من المقترحات نضعها بين أيدي المسؤولين لعلها تساهم في بناء ثقافة الاعتدال انطلاقا من الأساس المتين المتمثل بقاعدة المواطنة التي تقوم على العدل والمساواة بين المواطنين.